هي الأغنية طبعا على جمالها كانت مفروض تتذاع يوم الخميس، عشان زي ما قالت إيمان شاكر كده إن الجو يوم الخميس هيقلب وبتاع. تذاعها يوم الخميس عادي يوم الأربعاء، بس هي فعلا أغنية جميلة، وكل تحية للفنانة الجميلة إليسا والأداء الراقي. الحقيقة فقرة الأخبار وأهم ما جاء في الصحف والجرايد فقرة بتهم قطاع كبير قوي الحقيقة من المجتمع المصري، يعني عشان كده اسمحوا لنا نقلب معاكم في صفحات الجرايد. أول خبر معنا إيه؟ هنبدأ من الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية ونقرأ هذا العنوان: الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى الجمهورية. التفاصيل بتقول: اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه، وعدد من المسؤولين المعنيين. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الضوابط والاشتراطات البنائيه على مستوى الجمهوريه والموقف التنفيذي لاقامه التجمعات البدويه في سيناء. واطلع السيد الرئيس على جهود صياغه المنظومه المتكامله الجديده للضوابط والاشتراطات وما سيستتبعها من إجراءات تنظيمية تنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء، وما تم في هذا الإطار بهدف حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية. أعتقد ده خبر في غاية الأهمية، فكرة وضع ضوابط واشتراطات للبناء، يعني نبعد شوية بقى عن البنايات العشوائية والشكل الغير حضاري اللي لا يليق بمصر أو ولاد مصر خالص. ومن هذا الخبر لبوابة الأهرام اللي بتتكلم أنه رئيس الوزراء بيتابع إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة وإنشاء جهاز لإدارتها وتشغيلها. تفاصيل الخبر بتقول: عقد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة وإنشاء جهاز لإدارتها وتشغيلها. وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على سرعة تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة وما يتضمن ذلك من طرح للأراضي والوحدات السكنية الموجودة بها لراغبين في الإقامة بهذه المدينة والاستثمار فيها، على أن يتم ذلك بالاتفاق والتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة التوصل إلى صيغة نهائية لبروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة فيما يتعلق بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية، لافتا إلى ضرورة أن يتضمن إنشاء جهاز للمدينة تكون مهمته إدارتها وتشغيلها مثل ما يحدث في المدن الجديدة اللي بيتم إقامتها على مستوى الجمهورية. من بوابة اليوم السابع نقرأ: القوات المسلحة توزع الكمامات الطبية على المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا. والتفاصيل تقول: تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنفيذ الكمامات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانا بالأماكن والميادين العامة ومحطات المترو ومواقف النقل الجماعي. الأماكن اللي تم بالفعل توزيع الكمامات الطبية فيها مواقف عبود ومحطة سكك حديد مصر ومحطة الشهداء وميدان العتبة وشبرا الخيمة والحي العاشر بمدينة نصر، ودي ميادين وأماكن بيتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة طبعا لعدد من الميادين الرئيسية الأخرى. تاري الخبر ده اسعد ناس كتيره قوي، فكره توزيع الكمامات على الناس في الشوارع والميادين. بيحاولوا بصراحه، الدوله بتحاول بكل الوسائل، القوات المسلحه طبعا بتحاول بكل الوسائل انها تقي الناس شر هذا المرض. ربنا يحفظنا جميعا. ومن اليوم السابع لبوابه اخبار اليوم وخبر عن البنك المركزي، بيقول انه البنك المركزي بيعلن انخفاض معدلات التضخم خلال ديسمبر الماضي. الحقيقه اخبار ايجابيه كلها. اعلن البنك المركزي المصري برئاسه طارق عامر معدلات التضخم عن شهر ديسمبر 2020، وأكد أنه تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بنسبة بلغت 3% بنهاية ديسمبر 2020. كما أكد انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام يسجل 5.4% في نهاية ديسمبر 2020 مقابل 5.7% في نهاية نوفمبر 2020. وكان البنك المركزي قد أكد أن معدل السنوي للتضخم الأساسي سجل معدل شهري بلغ 3.8% في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 4% في نهاية نوفمبر 2020.
طيب من بوابة الشروق نقرأ تصريحا لوزارة التربية والتعليم تقول صرف حافز معلمي رياض الأطفال والأول والثاني الابتدائي بحد أقصى 1000 جنيه شهريا. قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم صرف حافز معلمي وموجهي صفوف رياض الأطفال والأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي الجاري بحد أقصى 1000 جنيه شهريا من 1 نوفمبر 2020 حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. وأضافت الوزارة في خطاب رسمي عممته على المديريات التعليمية أنها تلقت الاستفسارات بشأن صرف الحوافز بمختلف مسمياتها خلال فترة الحظر الخاصة بجائحة كورونا من مختلف المديريات التعليمية والإدارات، والتي تضمن طلب الإفادة عن ضوابط الصرف للحوافز لمعلمي رياض الأطفال والموجهين والأول والثاني الابتدائي وحافز الجهود غير العادية بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة والرسمية للغات التجريبية وحافز التربية الخاصة 55% وحافز بنسبة 25% اعتبارا من 1 نوفمبر 2020. طيب كويس. الحقيقة الخبر اللي معانا دلوقتي خبر في غاية الأهمية، وأتمنى أن هذه القضية وهذا الملف ينتهي على خير لخيرنا كلنا، وهو من بوابة الأهرام، والعنوان بيقول الخارجية إخفاق اجتماع سد النهضة بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات. التفاصيل بتقول أخفق اجتماع السداسي الذي عقد أمس الأحد لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن السودان تتمسك بضرورة تكليف الخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك تأكيدا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية والحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة وأن خبراء الاتحاد الإفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود. وأكدت مصر خلال الاجتماع اللي شارك فيه سامح شكري وزير الخارجية ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية. من الأخبار المهمة أيضا تصريح لرئيس الوزراء متعلق بمونديال كرة اليد الذي سينعقد في مصر. رئيس الوزراء يقول مصر قادرة على تنظيم مونديال اليد على نحو يبهر العالم رغم الظرف الاستثنائي. التفاصيل بتقول أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثقته في قدرة مصر على تنظيم بطولة العالم لكرة اليد على نحو يبهر العالم رغم الظرف الاستثنائي الذي يتم فيه، والذي فرض مسؤولية مضاعفة على الجهات المنظمة. أشار مدبولي خلال اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لمتابعة الترتيبات النهائية للنسخة 27 من كأس العالم لكرة اليد الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، أشار إلى ضرورة بذل كل الجهود للتنظيم الجيد وتوفير جميع الترتيبات اللوجستية والتطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية بما يضمن نجاح الحدث ليكون إنجازا جديدا يضاف إلى رصيد مصر. الحقيقة يعني خبر في غاية الأهمية، ولذلك بينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي بالأهرام. صباح الخير يا أستاذ طارق. ألو.
صباح الخير يا استاذ طارق، صباح الخير يا دكتور خالد. اهلا وسهلا، صباح الخير عليك. بدايه كده يعني يمكن سمعنا خلال الخبر انه هيكون في كل الاجراءات الاحترازيه هتتخذ في هذه البطوله الهامه جدا، لكن عايز اعرف منك يعني شايف ازاي هذه البطوله العالميه اللي هتكون بتقوم بيها مصر في ظل هذه الظروف طبعا الاستثنائيه في العالم كله؟ بالطبع احنا بنتكلم على بطولة كبيرة، ده بطولة العالم لليد، واحدة زي كده بالضبط ما بنتكلم عن كأس العالم لكرة القدم. طبعا بطولة مهمة، بطولة لأول مرة بيبقى فيها 32 دولة، بطولة لها أهميتها بالنسبة للعالم كله. فبالتالي انت بتتصدي لتنظيم حدث في ظل كمان اجراءات استثنائيه وظروف استثنائيه. البنيه التحتيه اللي معموله الحقيقه يعني مبهره، صاله العاصمه الاداريه الجديده، صاله 6 اكتوبر، استاد القاهره، برج العرب، يعني الاربع صالات المقامه حاليا لاستضافه البطوله يعني فيها جميع الاستعدادات، والحقيقه بنيه تحتيه رائعه. طبعا تكلفتها عاليه جدا، لكن دي بتتعمل على اساس انها تفضل لتنظيم بطولات اكثر وتستخدم في بطولات ثانيه. فالحقيقه الدوله المصريه مقدمه كل ما في استطاعتها لتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير. انت بتتكلمي 32 دوله من جميع انحاء العالم هيبقوا موجودين على ارض مصر. طبعا وكالات انباء عالميه بتبدا تغطي كل حدث فيها. فالحقيقه البطوله مهمه مهمه جدا، واكيد ان احنا على مستوى التنظيم هنكون على قدر هذا الحدث. طيب استاذ طارق، حدثنا عن المباريات الخاصه بالفريق المصري والدول المشاركه في المونديال. يعني احنا هنبدا طبعا ماتش الافتتاح مع شيلي ثم تشيك، فبالتالي انت بتتكلم على مجموعه مهمة جدا. الفريق المصري استعداداته طبيعيا يعني بقاله أكثر من شهرين في معسكر مغلق، فبالتالي أدى مباراتين مع اليابان، كان المفروض إن هو يأدي مباراة مع البرازيل ودية ثالثة، لكن طبعا لظروف الطيران وتأخر المنتخب البرازيلي ده أدى إلى إلغائها. لكن هو الحقيقة المنتخب المصري يعني بعدم وجود جمهور بيفقد جزء من قوته، لكن احنا واثقين تماما في اللعيبه ان هي تقدر على الاقل ان هي تبقى من يعني الاربع دول الكبرى في بطوله العالم باذن الله، لم نقل ان هم احد اطراف النهائي يعني. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لمصر. استاذ طارق، يعني لانها بطوله عالمية، مونديال اليد العالمي، وكلنا في انتظاره، مش احنا بس لكن الحياة العالم كله، فهناك ترتيبات واستعدادات ايضا مختلفة خالص. عايزين نعرف منك اكتر عن الترتيبات والاستعدادات، وايضا ماذا عن يعني قرار اللجنة، رئيس اللجنة، بعدم حضور الجماهير للمباريات، شايف كمان هذا القرار ازاي؟ هو طبعا يعني اعتماد اللجنة المنظمة لموضوع البابل او الفقاعة الصحية اللي اتفق فيه مع وزارة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، ده نظام طبعا جديد بيتم تطبيقه في البطولات الكبرى، ان الفرق او العاملين او يعني اللي هم مسؤولين عن البطولة بيخشوا الفندق ما بيطلعوش منه. يعني بيتعمل مسحات، فبعد المسحة بيخش هو الاوتيل، زي ما حصل كده مع منتخب مصر امبارح ومنتخب اليابان امبارح وكل العاملين حتى الصحفيين. فاذا دخل المكان خلاص ما بيطلعش منه الا انه يروح الماتش على الطريق مثلا الاوتوبيس المخصص طبعا طبقا للاجراءات المطبقه. حتى هو بيقعد في الاستاد او في الصاله في مكان معين ما بيتحركش منه، وبرضه اما بيرجع برضه في نفس الاجراءات. كل حياته لمده هذا الشهر بتبقى داخل الاوتيل وداخل الملعب فقط. الحقيقه الاجراء ده بيضمن بشكل كبير جدا عدم التعرض للاخرين، ان كل العاملين وكل الشخصيات اللي هي موجوده في الاوتيل بتبقى معمول لها مسحات، متاكدين من الاجراءات الصحيه ليها. صحيح. حتى طبيعه التعامل ما بينهم وبين بعض بيبقى مؤمن، لانك انت بتخلي الاوتيل ده من كل الجيست او الناس العاديه وما بتسمعيش بس للجنة المنظمة. اتضحت الرؤية جدا بجد، فعلا أشكرك أستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي بالأهرام، شكرا لكل هذه التوضيحات والنقاط الهامة.